رئيس جمهورية خامس دولة بالعالم رح يكون من بتعبورة. بقى هالشي هيدا مش بس فخر لإلنا، هيدا اعتزاز لإلنا لكل لبنان، أول شي لبتعبورة، لكن ثانيا للبنان، ولكن أهم شي هو اعتزاز للعرب. Esta aqui é a casa do senhor Nahul Temer, pai do Michel Temer. Aqui nasceram o irmão dele mais velho, o senhor Temer, e a irmã dele, Sumaya. Mas estava abandonado faz uns 60 anos, mais ou menos, desde que foram para o Brasil, ficou aqui abandonado. يعني هيدي من أجمل الحدايق اللي ممكن واحد يشوفها. نحن فخرنا كأهل بتعبورة هو إنسان اسمه ميشيل تامر. أقل الإيمان نصرف هالمصريات يلي عنا حتى نفتخر بحالنا، لأنه ما أهلا وسهلا، شكرا. وعدني بأنه بس يصير رئيس جمهورية بده يجي على لبنان، وإن احنا ناطرين هالحدث المهم ومبسوطين كتير، لأنه هيدا مركز مهم بدول العالم. يعني حلم ويتحقق إن شاء الله.